السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة جايب موضوع، طبعا الموضوع ده يعني لازم الناس، يعني الناس اللي بتربي سمان، وبالذات هتربي سمان علشان خاطر التفقيس. طبعا انا بالنسبة لي، انتوا عارفين القطاع بتاع دواني، ان الذكر كان دايما بيفرغ البيض، وانا كان عندي الكمية اللي طالعة ديت ما شاء الله. طبعا دول يعني ايه، عمر النهاردة داخلين في 35 او 38 يوم، وكان عندي كمية ذكور النهاردة. ذبحت حوالي 6 ذكور أو لأ 4 ذكور من عندهم، وذبحت ذكر من هنا اللي هو كان الكبير، وأخدت ذكر منهم يا جماعة ونزلته طبعا للإناث ديتي. قلت علشان خاطر أنا محتاج بصراحة السمان ده، يعني الأمهات دي يعني محتاجها علشان أفقس منها، لأن ما شاء الله يعني البيضة بتاعتها كبيرة، وهم ما شاء الله سنهم أكتر من 4 شهور، فالبيضه بتاعتهم كويسه جدا للتفريخ، هتطلع سمانه كويسه. فبقول لحضراتكم يا جماعه الخير، علشان تختار ذكر يكون كويس، ولازم يكون يعني علشان تعرف ان هو هينفع مع النساء اللي هو الحريم الجديده دي يعني ولا لا، او السمانات الامهات دي تنفع معاهم والذكر ده ولا لا، لازم يا جماعه شخصيته تبقى جامده. ازاي شخصيته تبقى جامده؟ اولا علشان تختاره من بين القطاع دوتي، لازم دايما تلاقيه بيذكر باستمرار وصوته عالي، ودايما رافع راسه زي الذكر ده مثلا، رافع راسه دايما باستمرار لفوق، وهو طبعا دون اللي هو عامله. وعلشان نتاكد برضو يا جماعه الذكر دون هينفع معاهم ولا مش هينفع، من اول دخله بندخلهم عليهم يا جماعه، يعني لسه مدخله بقالي حوالي مثلا ما يجيش ساعه تقريبا، ما شاء الله ثبت وجوده في وسطهم، مع ان انا شايل من حواليهم الذكر لسه شايله. لازم يا جماعه لازم باستمرار يبقى رقبته مرفوعه كده، علشان تتاكدوا ان هو كويس لازم رقبته تبقى دايما مرفوعه عن الاناث، وتسمعوا منه كده زجره منهم، لان طبعا الاناث بتبدا ان هي ايه الدكابين داخل عليهم، فيقوموا ايه بينكشوه، ممكن عايزين يضربوه او كده، عشان خاطر ايه يعني يبين لهم ان هو يعني جامد، محدش يدوس لي على طرف. لان انا قبل كده اشتريت، يمكن الناس اللي بتابعني من زمان، كنت جبت مره، كنت برضو عايز ذكر وكده، ورحت جبته من عند يعني سوق، من السوق، واول ما جبته دخلته عليهم بصراحه مسكوه خرموا له عينيه، ويعني كانوا ناقصين ان هو يموتوه، لحقته ورحت ذبحه، لان بصراحه ما عرفش ان هو ايه يسيطر على المكان ويسيطر على الامهات. فده ما شاء الله لا قوه الا بالله. وعشان برضو تبقى عارفين الذكر اللي هيسيطر مين اللي مش هيسيطر، طبعا انتوا شايفينه واقف فين، واقف قدام الميه، تمام، يعني محدش هيعدي منكم يشرب الا عن طريقي وعلى اساسي. سامعين الصوت؟ هو ده الصوت اللي بقول لكم عليه. فبقول لحضراتكم اي ست تلاقيه جايه له، بيبين لها ان هو ايه يعني ثابت وجوده، محدش يقدر يدوس عليه. اما بالنسبه لو كان ذكر مش هينفع معاكم يا جماعه، تلاقيه دايما موطي دماغه لتحت، تمام، موطي دماغه خالص لتحت كده، وبيدايما يمشي حوالين القفص من الجناب، ما يقفش في النص نهائي. يعني ده مش شايفين ما شاء الله واقف في نص القفص ورافع دماغه، وكل الحريم واقف متكون بعيد. ده كده ان شاء الله باذن الله هيكون كويس، وهيشتغل معانا، وهيقدر يسيطر على القطاع الاناث ده باذن الله، وناخد منه ان شاء الله بيض للتفقيس. كده يا جماعه يبقى وصلت نهايه الفيديو معاكم، وعرفنا ازاي ان احنا نختار الذكر الصحيح لقطاع الاناث لو كنا حابين ان احنا نبدله وما هوش طالع معاهم من اول يوم يعني. وكده يا جماعه الخير، يبقى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واحبكم في الله.